هنتكلم النهارده ان شاء الله على جزئيه اكزامبلز على الاكوليبريم اوف ريجيد بودي في 2 دايمنشن. لو اخذنا مثال على الكلام ده، مثال بيقول لك فيكسد كرين، في عندي كرين معناها رافعه، فيكسد معناها مثبته، هاز ا ماس اوف 1000 كيلو جرام، ليها كتله بتساوي 1000 كيلو جرام، اند از يوزد، هي بتستخدم تو ليفت 2400 كيلو جرام كريت. كريت معناها قفص. يبقى في عندك الكرين اللي هي ديت، هي مثبته وبتشيل عندك الكريت اللي هو ده القفص كتلته 2400 كيلو جرام. بيقول لك هنا it is held in place، هي مثبته في مكانها باي ا بن عند الايه، عند نقطه الايه هنا، في عندك بن. طبعا احنا اخدنا مع بعض البن ده اللي هو معناها المفصله، ده بيكون سبورت والرياكشن بتاعه بيكون قوه في اتجاه الاكس وقوه في اتجاه الواي، and a rocker at B، وعندي روكر موجود عند البي هي في نقطة البي هنا، وده أخدنا إن الرياكشن بتاعه بيكون قوة واحدة عمودية على سطح الروكر ده ساند عليه، وهو عندي هنا ساند على إيه؟ على الحيطة دي، يبقى أكيد الرياكشن بتاعه في اتجاه محور إكس. فواضح قدامي كده إن الشكل ده بتاعنا 2 دايمنشن، يبقى في اتجاه محور إكس وفي عندك اتجاه محور الواي. لو جينا نقول هنا عندك في نقطة الـ A في عندك في بن موجود، يبقى الرياكشن بتاعك عبارة عن قوة في الإكس هسميها AX، وقوة عندك في اتجاه الواي هسميها الـ AY. طيب الـ B هو روكر ساند على الحيطة عندي دي في اتجاه الـ Vertical، يبقى القوة بتاعته هتكون في اتجاه الإكس وهسميها قوة البي. يبقى اول خطوه عندي ان شلت السبورتات وخليت مكانها الرياكشن. البن بتاعي خليت مكانه قوتين، قوه في اتجاه الاكس وقوه في اتجاه الواي، والروكر خليت مكانه قوه واحده اللي هي مين؟ اللي هي البي. بيقول لي هنا بعد كده ذا سنتر، بيقول لي هنا ذا سنتر اوف جرافيتي اوف ذا كرين، الرفعه دي ليها سنتر اوف جرافيتي عند مين؟ عند الجي اللي هي مركز الثقل بتاعي عند الجي. طيب لو جيت هنا عند الجي هعمل ايه؟ هحط الويت بتاعي اللي موجود، اخدت عندي سهم لاسفل في اتجاه الفيرتيكال، الوزن بتاعي كان بتاع الكريت كان كام؟ 1000 في الاكسلريشن بتاعت الجرافيتي اللي هي 9.8 ايه؟ 81. طيب بيقول لي بعد كده determine the component of reaction at A and mean and B، عايز الرياكشن عند مين؟ عند نقطة A وعند نقطة B. طيب عندي هنا الويت بتاعي اللي هو 2400 همثله بايه؟ بقوه نازله لتحت بتساوي 2400 في الاكسلريشن اوف جرافيتي اللي هي كام؟ 9.81. طب الشكل اللي انا عملته ده كده، ده الشكل بتاع ايه؟ بتاع الفري بادي دايجرام. ايه عندي الشغل في البادي دايجرام؟ بحط الرياكشن بتاع السبورتات اللي هي القوه اي اكس والقوه اي واي والقوه بي، بعد كده بحط القوه المعلومه اللي عندي اللي هي عندي قوه الوزن اللي هي 1000 في 9.81، قوة الوزن الثانية اللي هي 2400 في 9.81. طب أنا كده حطيت قوة الرياكشن بتاعت السبورتات وحطيت كمان اللي هي قوة الويت اللي موجودة. طيب ده كله متطبق على مين؟ على الشكل الأزرق ده، اللي هو الشكل الأزرق ده بتاع مين؟ بتاع الجزئية بتاعت الكرين. طيب المفروض يكون الكرين متزن تحت تأثير مين؟ القوة AX، القوة اي واي، القوة بي، القوة 1000 في 9.8، القوة 2400 في 9.81. ده الشكل ده بسميه ايه؟ بالشكل ده كده الفري بادي دايجرام، اللي هو الجسم بتاعي مفصول عن الاجسام التانية ويكون واضح عليه جزئية الاكشن بتاع السبورت وجزئية القوة الخارجية. طب لو حبينا نبص على الشكل ده بشكل اوضح شوية، هتجد هنا ان انا فصلت الازرق ده اللي هو جزئية الكرين، عند الـ A حطيت عندي قوة AX اللي هي الرياكشن بتاعت البن في الإكس، قوة AY اللي هي الرياكشن بتاع البن في الواي، القوة B اللي هي الرياكشن بتاع القوة B، 9.81 كيلو نيوتن اللي هي الوزن بتاع الكريم بتاعي، ال 23.5 اللي هي عبارة عن كام؟ اللي هي كانت 2400 في 9.81. يبقى الشكل بتاعي دوت أول خطوة في المسألة اللي هو الفري بادي دايجرام بتاع الشكل. طيب المفروض لو ده متزن احاول اطبق عليه الايكويشن بتاعت الاتزان. ايه الاتزان عندي في ال 2 دي؟ عندي مجموع القوى في الاكس ب 0، مجموع القوى في الواي ب 0، مجموع المومنت بايه؟
بزيرو. طب تعال نطبق الجزئية دي كده، هيبقى ده الشكل بتاعي بتاع الفري بودي دايجرام، هحط عليه برضو اتجاه الاكس، احط عليه اتجاه الواي. زي ما اتفقنا مع بعض قدامي كذا ايكويشن ممكن اعملها، ممكن اخد سميشن اف اكس بزيرو، ممكن اخد سميشن اف واي بزيرو، ممكن اخد سميشن المومنت يساوي زيرو. اي واحده من دول ممكن ابدا بيها، الافضل ليا في الحل هبدا بيها. فلو انا مثلا قلت انا هاخد المومنت في الاول عند الاي، لو اخدت المومنت عند الاي بقى القوه اي واي ملهاش مومنت والقوه اي اكس ملهاش مومنت، يبقى انا ساعتها كده هجيب من المومنت قيمه القوه ايه بي مباشره. فهبتدي في الاول عشان افضل لي في الحل، هبتدي بالجزئيه بتاعت مين؟ بتاعت جزئيه سميشن المومنت هيساوي زيرو. لو خدنا المومنت هنا عند نقطة الـ A هيساوي زيرو، هبتدي في الأول بالقوة B. B بعدها إيه العمودي عن الـ A؟ البعد عندي 1.5، يبقى هقول B في 1.5 وأشوف اتجاه الدوران. القوة بتاعتي B كانت واخدة اتجاه محور X، المسافة العمودية 1.5 واخدة اتجاه محور Y، من الـ B للـ A هلف في الاتجاه ده كده. واضح عندي اتجاه الدوران هياخد إشارة إيه؟ إشارة موجبة، عشان الدوران ده هيكون عكس عقارب الساعة. طب القوة 9.81، بعدها العمودي كام؟ 2، يبقى القوة 9.81 في 2. اتجاه الدوران بتاعها من 9.81، عشان أوصل لإيه هلف فين؟ هلف في الاتجاه ده كده. الدوران ده بتاعي إيه؟ الدوران ده مع عقارب الساعة بياخد إشارة إيه؟ إشارة سالبة. طيب القوة التانية 23.5، بعدها العمودي كام؟ 4 + 2 = 6، يبقى عندي 23.5 في كام؟ في 6. من 23.5 عشان اوصل لايه هعمل ايه؟ هلف كده. ده اتجاه الدوران بتاعي اشاره ايه؟ واخد اشاره سالبه، يبقى ده ياخد اشاره سالبه. الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي عندك زيرو. يبقى عندك بي في 1.5 ناقص 9.81 في 2 ناقص 23.5 في كام؟ في 6 هيساوي 0. من هنا ممكن نحسب قيمة الـ B. لو أنت حسبت الـ B هيطلع معايا الـ B بـ 107.1 كيلو نيوتن. طالما الرقم ده طالع رقم موجب، يبقى الفرد بتاعي بتاع السهم بتاع الـ B اللي أنا كنت فرضه واخد اتجاه اليمين إشارة موجبة، معناها الفرد بتاعي ده إيه؟ ده صح. طيب الخطوة اللي بعد كده ممكن ناخد يا إما summation اف اكس بزيرو، أو آخد summation مين؟ اف واي بزيرو. طب تعالى كده نبدأ عندي summation اف اكس بزيرو. في summation اف اكس بزيرو بشوف محور اكس ومحور واي، اللي ماشي مع الاكس الموجب بياخد إشارة موجبة في summation اف اكس. طب عندي مين ماشي مع الاكس الموجب؟ في عندي اي اكس واخد إشارة موجبة، في عندي B واخد إشارة موجبة عشان ده ماشي ناحية اليمين لX، والB برضو ماشي ناحية اليمين، وده اتجاه مين؟ اتجاه الX الموجب بتاعتي. في عندي قوة تانية، ما عنديش حاجة تانية، يبقى الكلام ده هيساوي إيه؟ هيساوي زيرو. قيمة البي أنا حاسبها، يبقى قيمة الX هتساوي سالب قيمة البي، هتساوي سالب 107.1 كيلو نيوتن. طالما الرقم ده طالع معايا رقم سالب، يبقى اتجاه الدايركشن بتاع الاكس اللي انا فرضه مش صح، يعني معناها ده بيساوي 107.1 كيلو نيوتن، بس الكلام ده في اتجاه مين؟ هيبقى في اتجاه الشمال. يبقى لما احسب عندي في الارقام وطلع معايا رقم سالب، ده معناها ايه؟ معناها السهم اللي انا فرضه اتجاهه مش مظبوط، يبقى هعكسه فين؟ في الحقيقه. طيب بعد كده هقول سميشن الاف واي بتاعتي بايه؟ بزيرو. ايه القوة عندي في الواي؟ في عندي هنا الاي واي سهمها الاعلى واخدة اشارة موجبة، يبقى عندك اي واي باشارة موجبة. عندي مين كمان؟ 9.8 9.81 نازلة لاسفل هتاخد اشارة سالبة، يبقى ناقص 9.81. في عندي مين تاني؟ ال 23.5 نازله برضه لا
لأسفل تاخد إشارة سالبة، يبقى ناقص 23 وإيه؟ ونص. ما عنديش حاجة تانية غير كده، يبقى الكلام ده هيساوي إيه؟ هيساوي زيرو. هتجد عندك إن قيمة الـ AY بتاعتي هتساوي 33.3 كيلو إيه؟ كيلو نيوتن. طيب بالتالي كده المطلوب بتاعي اللي هو كان الرياكشن عند الـ B، الرياكشن عند الـ A at A ده بيساوي ايه؟ هيطلع معايا بيساوي AX اللي هي ناقص 107.1 ده في اتجاه الـ I، وزائد 33.3 ده في اتجاه مين؟ ده في اتجاه الـ J كيلو نيوتن. طيب الرياكشن عند البي ده هيطلع بيساوي ايه؟ هيساوي رقم البي بتاعي اللي هو كان 107.1 في اتجاه الاي كيلو ايه؟ كيلو نيوتن. يبقى احنا جبنا كده الرياكشن عند الايه عبارة عن قيمتين، قيمة في الاي بناقص 107.1 وقيمة عند الجي اللي هي 33 وايه؟ ونص. وقيمة الرياكشن بتاع البي كان طالع ب 107.1 في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي. طيب أهم حاجة عندي في خطوات الحل بتاع المسألة دي إن أنا بداية بحل في الأول فري بادي دايجرام، بعد الفري بادي دايجرام ببتدي أشوف أطبق اتزان على الجسم اللي أنا قطعته، باخد سمشن اف اكس بزيرو، سمشن اف واي بزيرو، سمشن المومنت بإيه؟ بزيرو. لو أخدت مجموع القوى في الاكس بزيرو أو مجموع القوى في الواي بزيرو أو مجموع المومنت بزيرو، أهم حاجة عندي في الجزئية دي حاجة واحدة بس، أبتدي بالحاجة اللي تساعدني في الحل، تكون أفضل عندي في الحل. من اهم النقط في جزئيه الحل ان هي جزئيه لما تاخد المومنت عند نقطه عندها عدد مجهيل كبير، المومنت بتاع فورسز بتعدي في نقطه معينه بيساوي زيرو، وبالتالي المجاهيل دي ما بتكونش ليها ايه، ما بيكونش ليها مومنت. هنحاول نشوف مع الامثله اللي جايه برضو ايه الجزئيات اللي هنحاول نركز عليها في جزئيه 2 دي. ارجو تكون فهمت المساله دي كويس. شكرا لكم.